أحبتي متابعي مدونة الأرباح، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله سنشرح طريقة ربح المال من الموقع المشهور فايفر. موقع فايفر غني عن التعريف، هو شبيه موقع خمسات، وهو موقع لربح المال عن طريق تقديم خدمات مصغرة، أي أنك يعني تعطي خدماتك لأناس آخرين يقومون بشرائها مقابل 5 دولار. يعني الخدمات التي تقدمها كما تلاحظ معي مثل خدمات صناعة اللوجوهات والكوفر للفيسبوك، للكوفر تويتر، كوفر لينكدين، أو خدمات يعني السيو بمختلف أنواعها، أو خدمات جلب الترافيك، أو كتابة مقالات حصرية، أو صناعة فيديوهات، أو هناك العديد والعديد يعني من المجالات. بكل بساطة هو أنك تقدم خدمة بسيطة يعني للمشتري، وهو يعني سيشتريها منك بمبلغ 5 دولار. سأريكم يعني في هذا الشرح إن شاء الله كيف نقوم بالتسجيل في موقع فايفر، كيف نشتري عمل. هذا بالنسبة للجزء للإخوة الذين يرغبون يعني في شراء خدمات من موقع فايفر. وبالنسبة للجزء الثاني سيكون كيف تقوم بعمل أول صناعة أول جيج لك، ويعني تبيع خدماتك في هذا الموقع. هنا سأفتح مباشرة إيميلي. فقط ملاحظة بسيطة للإخوة الذين يرغبون في تجريب موقع فايفر ويريدون أن يروا كيف يعمل الموقع، يستطيعون يعني ترك إيميلهم أسفل يعني هذه الفيديو، ويطلبون مني يعني إرسال يعني جيج مجاني، وسأقوم بذلك إن شاء الله. هنا قمت بفعل ذلك وإرسال جيج مجاني لهذا الإيميل. سأقوم هنا بالتسجيل، التسجيل سهل جدا كالعادة، فقط ستضغط على ساين إن وتضع الإيميل والباسورد وتضغط على لوجين. هنا سأسجل من هنا لأني أرسلت خدمة مجانية لنفسي طبعا. سأقوم بأخذ الإيميل. تستطيع أيضا تسجيل كما لاحظت سابقا عبر الفيسبوك أو جوجل بلس. هنا يطلب منك أن تضع يوزر نيم. سأضع يوزر نيم، ليس هناك مشكلة. وهنا سأضع باسورد. سأضغط على جوين. طبعا كما قلت هنا يعني عند فتح الحساب، لأني قمت بإرسال إيميل لهذا الموقع، سيعطيني جيج مجاني. هنا بالنسبة للإخوة الذين يرغبون في شراء يعني خدمة، الخدمة هنا تسمى جيج يعني من هذه الخدمات، فقط عليه تصفح الموقع. فهنا خدمات الجرافيك ديزاين، الديجيتال ماركتينج، خدمة الكتابات، خدمة الفيديوهات، خدمة الميوزك. فستبحث عن الخدمة حسب التصنيف الذي تريده، أو تستطيع أن تبحث عن خدمة عن طريق البحث في فاند سيرفيس. هنا سأخذ هديتي كي أريكم كيف أشتري خدمة بطريقة سريعة. ممتاز، هنا كما تلاحظون عديد الخدمات. هنا هذه الخدمة I will do signature logo or يعني سيقوم بعمل يعني signature لك.
لاحظ معي، هذه الخدمة بيعت يعني عديد المرات، وهناك 3801 يعني تقييم إيجابي، يعني 4.9، خدمة جيدة جدا. سنبحث عن خدمة أخرى تكون مجانية طبعا لهذا الدرس. هذا يقول لك يعني سأقوم بحذف الباك جراوند ل10 صور، أنت ترسل له يعني 10 صور بها خلفية، وهو سيقوم بحذف هذه الخلفية. لاحظ معي 776 ريفيو وكلها يعني إيجابية. طبعا هنا فائدة الريفيو أنها ستضمن حق البائع والمشتري، أي أنه لو كان المشتري غير راضي عن الخدمة سيضع تقييم سلبي، وكذلك يعني تضمن حق المشتري في أنه قبل أن يبحث عن خدمة ليعرف إن كان يعني هذه الخدمة رائعة أو لم تكن كذلك، يستطيع بكل بساطة البحث عن التقييمات والخدمات التي تناسبه وتكون ذات تقييمات يعني إيجابية. هنا هذه التي تعني أن هذا البائع توب سيلر، يعني الباع في فايفر 4 أنواع، يعني بمجرد أن تفتح حسابك ستكون نيو سيلر أو بائع جديد، ثم يعني بمجرد أن تبيع أول 10 مبيعات مع تقييمات إيجابية ستتحول إلى توب وان، وعندما تقوم ببيع يعني 50 مبيعة ستصبح توب 50. وبالنسبة للتوب سيلر يعني يقول موقع فايفر فإنه هو الذي يختار هؤلاء الباعة حسب معايير يعني خاصة يقوم بها الموقع. سنحاول يعني الدخول إلى هذه الخدمة. هنا يقول سأكتب لك يعني كاستم بيزنس بلان في 24 ساعة. لاحظ معي هذه الخدمة الرائعة، I will create a professional whiteboard animation، يعني سيقوم بصناعة أنيميشن لك. يعني حصلت على 2039 تقييم إيجابي، وعنده يعني حاليا جاري عمل 26 خدمة، خدمة مميزة جدا تستطيع شراءها، فلشراءها فقط الضغط على Order Now و Pay Now. طبعا هذه الخدمة اشتريناها كما شرحت سابقا عن طريق خدمة مجانية. في الحالات العادية طبعا سيحولك إلى حسابك في الباي بال أو حسابك في الإلكتروني طبعا كي تقوم طبعا بشراء هذه الخدمة. هنا هذا سكريبت أوتوماتيكي يقول لك hey before I start getting this order I need this، يعني كي أبدأ الخدمة أنا أحتاج إلى هذه المعلومات، السكريبت، اللوجو الذي سترسله، والأوديو. أنا طبعا أشرح في هذا الدرس لن أركز كثيرا. سأرسل له موقعي فقط بكل بساطة، لكن بالنسبة لك أنت طبعا لا ترسل هذا، يجب أن ترسل المعلومات التي يطلبها منك، يطلب اللوجو والصوت الذي تريد إرساله ويعني وسكريبت. وهنا إذا استوفينا يعني الشروط سنضغط على ستار ناو، وبمجرد الضغط على ستار ناو طبعا سيبدأ العد التنازلي لهذه الخدمة. طبعا إن احتاج البائع، وأكيد في حالتي سيحتاج إلى معلومات إضافية، سيترك لك تعليق يعني أسفل هذه الخدمة كي تضيف المعلومات المطلوبة. هنا نكون قد شرحنا يعني النصف الأول
وهو كيف تشتري خدمة من هذا الموقع الرائع. بالنسبة لربح المال من موقع فايفر، هو سهل جدا، ففقط الضغط على ستار سيلينج والضغط على كرييت اجيك. هنا ستضغط على التايتل، ماذا ستفعل له؟ هنا سأحاول عفوا اختيار جيك كي أقوم بالتعديل عليه. هنا مثلا ممتاز، هنا يقول I will write SEO keyword friendly cartoon word article، سأقوم بكتابة مقال يعني فيه 400 كلمة يكون يعني مطابق لشروط السيو. هذا بالنسبة للأخوة الذين يجيدون كتابة المقالات بالإنجليزية. طبعا إن كنت تجيد كتابة المقالات بأي لغة أخرى تستطيع أيضا إضافة يعني خدمتك في فايفر، مع ذكر يعني طبعا أنه اللغة ستكون يعني مثلا إسبانية إن كنت تجيد الإسبانية أو غيره. هنا ستضع الكاتيجوري، يكون أفضل لو وضعتها في المكان المناسب أي مكان الرايتينج. سب كاتيجوري ممتاز، هنا تستطيع أن تضيف اللغة، مثلا أنت تجيد الألمانية واليونانية لا أدري اللغات التي تجيدها، تستطيع أن تضيفها في هذه الخدمة. وهنا تضيف تاكس، التاكس حول هذه الخدمة يعني سنضع هذه الكلمة كتاكس. بالنسبة لك أخي حاول التركيز على التاكس ولا تضع نفس الكلمة عديد المرات، ولكن التاكس مهم جدا كي تحسن في السيو الداخلي لهذه الجيك التي تقوم بصناعتها حاليا. ثم تضغط على سيف اند كونتينيو، يقول لي على الأقل يجب أن تضع 3 تاكس. اضغط على save and continue. هنا بالنسبة للثمن، طبعا الثمن الأساسي 5 دولار. الديليفري تايم كم سيحتاج من الوقت، تستطيع أن تضع يوم يومين أو 3 أو أكثر حسب ما يتطلبه عملك. ولكن أخي يعني أنت ستكون جديد في هذا المجال والعديد قد سبقك بصناعة يعني خدمات أكثر منك، فحاول أن تكون خدمتك سريعة، يكون أفضل لو وضعتها لمدة يوم، لأن أغلب الناس سيكونون أو سيضعون يعني خدمات لأكثر من يوم. هنا تستطيع أن تضع 2 أو 3 ريفيجن، وهنا إن أردت يعني أن تضع اكسترا فاست ديليفري أو خدمات إضافية، مثلا تستطيع هنا أن تضيف أن تقول له يعني هنا سأكتب لك عوض يعني 400 كلمة ستكون 800 كلمة بإضافة 5 دولار إضافية مثلا. ثم تضغط على save and continue. هنا ماذا تريد أن تقول للبائع؟ يعني للبائع يقول يعطيك example مثلا، ستقول له هنا
send me your send me the title يكفي أن ترسل العنوان المقال يعني بكل بساطة وأنا سأبدأ العمل. هنا بالنسبة للإيميج حاول أن تركز على وضع صورة يعني تجلب الزوار يعني لهذه الخدمة. لاحظ معي أنه ليست أي صورة سيقبلها. مثلا لو وضعت هذه الصورة لن يقبلها لأنه يقول لي الطول 550 والعرض 370. هنا سأدخل إلى جوجل وسأبحث عن سأكتب writing وسأختار نفس الديمنشن يعني 550 في 370. سأضغط أوتيد ريشيرش إيجال أ ممتاز. هنا سيظهر لي فقط الصور التي أحتاجها. ممتازة هذه الصورة أكاديميك رايتينج ممتاز. هنا سأعود لسحب الصورة التي أحتاجها. ممتاز. هنا تستطيع أن تضيف فيديو. وللأمانة إخوتي أنه يكون أفضل لو وضعت فيديو تقديمي لهذه الخدمة يكون أفضل بكثير من الصورة، لأنه يقولون أنه أكثر من 80% من الخدمات المباعة هي التي يكون عليها فيديو، لأنه الناس تحب الفيديوهات وتحب تفسير الخدمة عن طريق الفيديو، وهذا يكون أفضل. ثم نضغط على Save and Continue ثم Publish Gig أو نشر هذه الخدمة. هنا تستطيع طبعا أن تنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر جوجل بلاس لينكدين أو غيره طبعا للحصول على أول زبون. وأخيرا نضغط على دون. هذه ببساطة طريقة الربح من موقع فايفر وإنشاء أول يعني خدمة. بالنسبة لاستلام الدفعات واستلام الأرباح سأعود إلى حسابي. هنا لاحظ معي يعني أنه الموقع مثلا ربحت منه منذ انضمت إلى فايفر 339 دولار. هنا يعطيك يعني أنت في أي يعني مجال. هنا كما قلت هنا تبدأ نيو سيلر ثم توب 1 ثم توب 2 ثم هناك التوب سيلر التي يختارها موقع فايفر يدويا. هنا نسبة التحويلات وهنا يعني التقييمات الإيجابية والسلبية. عندي 62 تقييم إيجابي 0 سلبي و5 لم يقوموا بالتقييم. هنا أيضا إن وجدت أن البروفايل بروفايلك يكون ناقص أي شيء فقم بزيادته في البروفايل مباشرة، مثل ما يقول هنا يعني إضافة حسابك في الفيسبوك جوجل بلاس، تضع صورة معبرة لك وخاصة ديسكريبشن لك كبائع والاسم الكامل. هنا مثلا سنضغط على Analytics
عفوا سنضغط على ريفينيو كي نعرف كيف نستلم أرباحنا. لاستلام الأرباح هناك ثلاثة طرق، تستطيع استخدام الباي بال و أو تستطيع استخدام يعني حسابك في عن طريق كارت فايفر. هي كارت فايفر هي بكل بساطة كارت بيونير، يعني إذا لو كنت تمتلك حساب بيونير فستربطه مباشرة بحساب فايفر. كما تلاحظ في هذا المسج يعني الحد الأدنى للسحب هو $20 بالنسبة للبيونير، بالنسبة للحد الأدنى للباي بال هو $5 أو عن طريق تحويل بنكي. هنا كل خدمة طبعا مجرد أن تقوم بإنشائها فستبقى pending clearance يعني لمدة 15 يوما، ثم ستتحول إلى هنا إلى available fund. وإذا تحولت إلى available fund وتجاوزت يعني مثلا $20 إن كنت مثلي تمتلك حساب بايونير فستقوم بسحبها مباشرة. إذا هذا هو الشرح اليوم في مدونة الأرباح، كيف نربح المال من موقع فايفر. أتمنى أن الشرح قد أعجبكم، ولا تنسوا زيارة مدونتنا مباشرة عبر كتابة مدونة الأرباح في جوجل أو عبر صفحتنا في الفيسبوك مدونة الأرباح. إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك. وبالنسبة للأخوة الذين لم يشتركوا بعد في قناتنا في اليوتيوب، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب ليصلكم إن شاء الله كل الجديد. شكرا لكم.